مش عارف اقول لك هارد لك على المباراه، ولا هارد لك على النتيجه، ولا هارد لك على الاداء، ولا هارد لك على 90 دقيقه من غير اي دوافع بالنسبه لعيبه الزمالك. هقول لك هارد لك على ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ هارد لك على فكره ان احنا مصممين على فكره محمد شحاته باك يمين، او هارد لك على فكره ان احنا مكملين بكابتن عمر جابر باك شمال. مش عارف اقول لك ايه ولا يا صاحبي. والله ارض لك على ان الفرقه ما عندهاش اي دوافع والدنيا واضحه في الملعب. والله ارض لك على ان احنا قعدنا نستخدم ابراهيم انداي باك شمال وكنا بندمر الولد فعليا، رغم ان الولد شغال كجناح شمال بشكل افضل بكتير. مش عارف والله، مش عارف اقول لك. اقول لك اه والله ارض لك على كابتن مصطفى شلبي نسخه جاك جريتش الدوري المصري. انا بالنسبه لي مصطفى شلبي من زمان نسخه جاك جريتش، باخد الكره يطلع يتطرف يتلم على الاثنين يرجعها مطرح ما جت. حاسس ان مصطفى شلبي بيبقى مطبق على كابتن جاك جريليتش فعليا، اللي هو مصطفى شلبي بيستلم ياخد الكرة يتطوح بجسمه بعد كده يتزنق يرجع الكرة مطرح ما جت، ياخد الكرة على الخط يلعب عرضية. كابتن احنا بنلعب عرضيات لكابتن يوسف اوباما ليه؟ يعني مين بس قال لكم ان كابتن اوباما موفق في الكرات العرضية؟ كابتن اوباما موفق في الكرات العرضية لما بينزل اخر ربع ساعة، انما كابتن اوباما لما نبدا بيك سترايكر احنا بنضيع وقت بصراحة. احمد سيد زيزو لما شفته في الحلقه مع ابراهيم فايق كان عظيم جدا، منتاليتي كان رائع، هدوء كان رائع، لكن احمد سيد زيزو في الملعب بشوفه متوتر، بشوفه دايما عنده مشاكل مع الحكام، بشوفه دايما عنده مشاكل مع كل فاول ما بياخدوش، عنده مشاكل مع كل تدخل، عنده مشاكل مع كل التحام، فبحس ان زيزو يا عيني بيتخانق بره الملعب اكتر ما مهتم جوه الملعب. اما بالنسبه للتغييره بتاعت ناصر ماهر دي فانا ما فهمتهاش بصراحه، ما اضحكش عليك، الا بقى لو ناصر طلع مصاب. انا فهمتش التغييره بتاع ناصر ماهر، انا ما فهمتهاش بصراحه. تغييره ناصر ماهر دي هي محتاجه مدرس كيمياء، محتاج مدرس فيزياء، الحاجات دي لا مؤاخذه يعني انت ما بتفهمهاش بالشكل العادي كده، الحاجات دي انت بتبقى محتاج فيها ان لا مؤاخذه يعني تكون محنك زياده عن اللزوم. فانا بصراحه التحنيكه بتاعتي ما فهمتش التغييره.